طالبت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود بوضع قوانين صارمة للحد من مشاهدة الدعاية الإرهابية على الإنترنت، وتصل العقوبة إلى 15 عاما حال تكرار مشاهدة المحتوى الإرهابي. ووفقا للداخلية البريطانية، تم إنشاء 44 ألف موقع إلكتروني للترويج لتنظيم داعش الإرهابي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري. فاصل مشاهدينا ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس تابعونا.